السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. سوف نخوض اليوم المغامرة في لعبة جديدة نزلت على جوجل بلاي. اللعبة نزلت في تاريخ 17/1/2024، وراح نتعرف على اللعبة وإن شاء الله اللعبة تحوز على إعجابكم. اللعبة اسمها دول أدفنتشر، بس فيها تنزيل داتا شوي، يمكن 3.9 ميجا بايت. كومبايلينج ذا كلاينت داتا، اوكي، تسجيل، اسجل وارجع لكم. سجلت بالجست، ما سجلت بالفيسبوك او الجوجل. هنا منطقة امريكا، يونايتد ستيت ريجن دون 2، يعني تقدر تغيرها اذا ما تريد المنطقة. انا كجست راح اغيرها، يعني هي منطقة يعني لا اكثر ولا اقل، جرد منطقة يعني. الاسم مالك تخليه، طبعا احنا قلنا الاسم تخليه وتلمس ده باسم خف واحد داش على نفس الاسم، يعني تحط له رقم او ارقام، مجرد تمييز الاسم. اللعبة صار لها صيت وعلى التواصل الأجنبي، وسائل التواصل الأجنبي، لذلك جبتها لكم، يعني أخذتها من ألعاب كثيرة نازلة، في خاصة في يوم 17/1، يعني نزلت تقريبا 15 لعبة على جوجل بلاي، منها على جوجل بلاي ومنها بري ريجست يعني تسجيل مسبق، ومنها اللعبة محجوبة انحجبت علينا، جبت لكم واحدة هم محجوبة وان شاء الله نلعبها في المرة القادمة. في سكيب، بس ما راح لأن أذهب للسكيب، لأن أريد أعرف القصة طبعا. Those machines could they target soldiers؟ يقول هذه الآلات هل تكون هدف لنا؟ Hushar, this seems pretty serious. هاي سرافينا ترد عليه تقول له يبدو الأمر خطير كلش. Did the old settlement finally break؟ يعني بينهم معاهدة، ما فهو يقول يعني هل المعاهدة تم اختراقها أو ألغيت يعني؟ يتساءل لما هم هنا. هذا اسمه آشر، يقول هذه مجرد آثار. ليس هو وقت التفكير الآن. حسنا، سوف نهاجم على الأقوى منهم. في الأقوى واحد منهم، حضروا أنفسكم. طبعا الهجوم يتم الآن أوتوماتيكيا. الآن بدأ التدخل، اسحب والقيه. أوف، شنو هذا؟ كبيرهم هذا. This is Julian reporting in target spotted. يقول هذا جوليان يقدم تقرير، لقد وجدنا الهدف. هذا جوليان من الأعداء طبعا، لأن آشر وجون وش اسمه من الأبطال هما. Planning to retain after securing the target.
يعني بعد ما نأمل الهدف سوف نعود تارجت هدف، يعني الكلام سجال بينهم. لا أريد أن أسحب هذا الطفل إلى المعركة، هذا حظ عاثر لهم. أوف، السفينة بكبرها أيها الوغد. You bastard, أيها الوغد. Why do you think you are doing؟ يقول What do you think you are doing؟ يعني ماذا تظن نفسك فاعلا؟ نحن الهدف، تسمينا هدف ونحن رحالة، مجرد رحالة. حالاتها لو يعني اكو كلام، يعني تسمع كلام، كان يسهل على اللاعب كثير من الشغلات. لقد رأيت قوتنا، ليست سيئة، أليس كذلك؟ لا أدري بماذا تفكر، المهمة خصصت لي على كل حال. إذا قدمت معي أنا أتأحد، لن أسبب لك أي ألم أو ضرر. هذا من وجه، هذه بنية طبعا تداخلت في اللعب، بس ما أدري ويا عاشر لو بونيتو اسمها، قاعد تنادي على عاشر. رجل السيف الأسود، عرفها جوليان طبعا، دائما ما تعترض طريقي أنت. أنت تتصرف لوحدك، راح أطوف الكلام. سيدي جوليان، communication from the mothership، لديك اتصال من السفينة الأم. لقد أصبح الوضع يجعلني مريضا. لما لا تترك كل شيء لي وتذهب؟ أيها الرجل صاحب السيف الأسود، لما لا تتراجع؟ سوف نتقاتل في المرة القادمة. ما هو اسمك؟ أيام عشر. عشر تبدو محظوظا اليوم أنت. سوف نلتقي، الآن يفترق طريقنا وسوف نلتقي مرة أخرى. ولن تخرج بسهولة المرة القادمة. سنعود إلى السفينة الأم ليتراجع الرجال كلهم. هذا اسمه رانزو، يقول لن أتركك بسهولة.
سوف أجعلك تتذوق طعم الهزيمة. أوه. شنو هذا؟ هذا بوس، اقتلوه. لا يوجد تحكم باللعبة باللاعبين، مجرد المهارات. Use the red skill by dragging it، يعني بالسحب يقول استعمله. كل ما تظهر مهارة اسحبها. اي راح اشبع مهارات هذا الالي، ولا خليته ولا خليته ينهض، لقد سقطه. ستيج كلير، كملنا المرحلة. والله لعبة أشوفها جميلة، أنا من ألعاب جميلة وتم اختيارها لكم من عدة ألعاب، لأن فيها ألعاب كثيرة نازلة يوم 17/1 مثل ما قلت. يقول ماذا يحدث للعالم؟ لما المملكة في حرب مع عصابة تانيان؟ على فجأة يعني الحرب صارت. يقول عندما يتصارع فيلان فإن العشب يضمحل، طبعا فيلين يصارعون وعلى العشب. أمل أن نعلق بواسطة شيء أكبر من هذا. راح أطوف الكلام. هذا ويس، خلينا نشوف ويس شنو عنده. أنا ابنية هاي، والله كانها ابنية. يا غير الفتاة هاي تقول أنا مسرورة لعودة الجميع بخير. هل أنت بخير؟ كانت هناك سفينة فضائية لكن استطعنا النجاة. أنا مسرورة، كنت قلقة عليكم. كيف سفينتكم أنتم؟ الضرر، ما هو الضرر؟ ما مدى الضرر فيها؟ لقد استخدمت قوة المركز أثناء الهبوط وأصبحت عاجزة عن الطيران. كم سيأخذ وقت لإصلاحها؟ لن يستغرق ذلك طويلة، فقط أحتاج مانا. طبعا مانا هاي من الموارد لازم نجمعها شباب، أنا تحتاجها في التطوير وفي تصليح السفينة مثل الآن. هل تتحدث عن الكي؟
ذا ألف كوين ألف والعياذ بالله اللي هم الجان، ملكة الجان تتحدث عنها في يوركوس تاور، في برج تاور يوركوس. أعتقد أنها قادرة على تزويدنا بالمانا، ونحتاجه لتفعيل الكور. الكور هو يصير مركز السفينة، مركز المحرك الرئيسي في السفينة. الشباب اللي يشوف أفلام فضاء ما فضاء ينذكر اسم الكور وايد. يبدو أنه لا يوجد خيار غير ذلك. هيا نذهب نشوف لنرى ألكي إن سلفاس. لقد قررتم ذلك. لنذهب للخريطة نتأكد من مكانها. راح يراوينا الخريطة الآن. هذه الخريطة السلفس، راح ندوس عليها ننتقل إلى انتر، راح ندش ريدي اندر ادفنتشر، نبدأ المغامرة في سلفس. سلفس لقد مر زمن وقت طويل ولدي كثير من الذكريات. لقد بلغ الوقت أكثر من 8 سنوات. انتظر هنا. طبعا واحدة من الجان. أنت تعبر على أراضي مقدسة محرمة على البشر، لن أسمح لك بالمرور. اسمها تايلر. نحن في طريقنا لمقابلة ألكي. طبعا هي ألكي هي الملكة مالتهم، مالت الجان. لا ترغب في مقابلة أحد السيدة ألكي. بلغيها رسالتنا وسوف تقابلني. هي لا تستجيب لأي طلبات. تقول أنا متأكدة أنها سترفض طلبكم، أرجوكم عودوا أدراجكم. في هذه الحالة سوف أراها بنفسي. إذا قدمت لمقابلة السيدة ألكي لن أشارككم الطريق في الغابة. وهذا لا يعني أنني سأكون دليلتكم بأي أمر من الأحوال. تقدموا وهناك حرس سيكونون يراقبونكم.
حتى الرياح ملائمة. وراح تجلبون على نفسكم متاعب. أتمنى لكم التوفيق في رحلتكم. لن يكون من السهل علينا رؤية ألكي، البرج مال ألكي بعيد جدا. نكمل سيرنا ونسرع. And a light monster spawned in front of us. هناك وحش أمامنا، وحش صغير. الوحش الصغير طبعا لديه مهارات قوية، لنكن حذرين. عندما يريد العدو استخدام مهارته تظهر دائرة حمراء. عندما تظهر هذه الدائرة الحمراء استعمل أنت المهارة الحمراء لتتغلب عليه. هالمهارة الحمراء إذا أردت أن تصرع عدو عليك بذلك. ويتطلب الأمر مزيدا من الدمار لقتله. لاحظ الدائرة الحمراء. ليس المهارات كلها مغلقة الآن. الآن ظهرت مهارة. هذا الوحش البوس. ليس لدي أي، هو يظهر الدائرة الحمراء لكن أنا ليس لدي أي. الآن لدي دائرة حمراء أستطيع الهجوم فيها. والله اللعبة جميلة أشوفها أنا. هزمنا البوس الزعيم. هذا ثاني زعيم نهزمه. الليفل يصعد اوتوماتيكيا، شفناه قبل قليل. سوف اكتفي بهذا حبايبي. لقد عرفنا القصة وعرفتم طريقة اللعب. اتمنى لكم التوفيق في لعب اللعبة. حتى ألقاكم في لعبة جديدة. هذا أخوكم ماجد في أمان الله. أريدكم تلاحظوا شيئا. هذا اللي عليها صلايب، واحد كبير واحد صغير، فقط ترجع الدم مالكم عند استخدامها. هاي شوفها الآن رجعت الدم، ترجع شيء بسيط طبعا مو كل الدم.
مثل ما قلت ألقاكم في لعبة جديدة. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.